كلنا مبسوطين، كلنا فرحانين، كلنا سعداء جدا جدا بما يحققه النادي الاهلي من انجاز الحقيقه، او طبيعي ان احنا نبقى فرحانين ونبقى مبسوطين. ولكن قبل بس ما ابدا الحلقه واقول لكم عندي ايه النهارده، عايز اتكلم في نقطتين مهمين جدا جدا جدا. اولا النقطه الاولى وهي ان النادي الاهلي هيفرح وهيتبسط. النادي الاهلي وجمهوره هيفرحوا وهيتبسطوا. خلال اليومين اللي فاتوا وبعد نهاية مباراة المقاولون العرب ضد النادي الأهلي وفوز النادي الأهلي في هذه المباراة وفوزه بدرع الدوري، قلنا هنستنى شوية لغاية مباراة الزمالك عشان الدوري ينتهي. الحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا نادي الزمالك، وحضراتكم شفتوا الاستوديو التحليلي سواء اللي كان معمول هنا أو اللي كان في النادي الأهلي في مقر النادي الأهلي في الجزيرة. بعد المباراة أو بعد نهاية مباراة الزمالك الحقيقة كل جمهور النادي الأهلي فرحان، ولكن الناس اللي ما بتشجعش نادي الأهلي كلها كانت عايزة تودي جمهور النادي الأهلي في اتجاه إن فريقنا فريق مش كويس، إن الدوري اتسرق، إن المباراة الأهلي كسب البطولة بالسحر أو كسب مباراة الزمالك بالسحر، إن الأهلي فريقه مش جيد. خدوا بال حضراتكم، كل الكلام اللي بيتقال ده وكل اللي حوالينا هذا الموضوع ما هو إلا حد عايز يبعد فرحة الجمهور الأهلي عن فرحتهم. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الناس أو من لا يشجع النادي الأهلي، لأن أنا شايف الموضوع ده انتشر على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا طبعا ما بين جمهور لا يشجع النادي الأهلي، فهو غرضه إيه من الموضوع ده؟ كل غرضه اللي هو الناس اللي ما بتشجعش النادي الأهلي، كل غرضها إيه؟ إن هي تقلل فرحة النادي الأهلي، تقلل فرحة جمهور النادي الأهلي. عشان كده بيقول لك أصل الدوري ده كذا، أصل ده كان متزيل الدوري، النادي الأهلي ده كان متزيل الدوري. بالمناسبة لو حضراتكم بس فكرتوا في الكلام اللي انتوا بتقولوه، الناس اللي بتقول هذا الكلام سواء على السوشيال ميديا أو في أي حتة تانية، لو فكرتوا إن انتوا الكلام اللي انتوا بتقولوه ده معناه إن الأهلي ده فريق قوي، وإن انتوا فرق ضعيفة جدا أو شخصيتها ضعيفة جدا. هو ده الفارق ما بين النادي الأهلي وأي نادي آخر. الكلام اللي حضراتكم بتقولوه ده هو كلام يدل على قوة شخصية لاعيبة النادي الأهلي وقوة شخصية الجهاز الفني في النادي الأهلي وقوة شخصية مجلس إدارة النادي الأهلي واللاعبين طبعا. بس هي للأسف الناس عايزة تطلع تعمل أي شوشرة وأي كلام وخلاص علشان من لا يشجع النادي الأهلي يبتدي، أو بعض الناس طبعا، لكن في ناس محترمة كتيرة جدا 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 مقتنعة بقوة شخصية النادي الأهلي. وهو ده اللي احنا بنتكلم فيه، إن النادي الأهلي لما يبقى يا جماعة زي ما حضراتكم وزي ما شرحنا لحضراتكم هنا من خلال ملعب الأهلي، لما يبقى متزيل الدوري ويخلص الدوري قبل نهاية الدوري بمباراة ويكسب الصدارة الدوري ويكسب ويحافظ على الدوري العام للسنة الثانية على التوالي أو للرابعة، أعتقد للرابعة، للسنة الرابعة على التوالي، ده معناه أن فريق نادي الأهلي ده فريق قوي وأن حضراتكم فرق ضعيفة. مش كل الفرق طبعا، أنا بتكلم على اللي بيتكلم في بهذا الشكل، أنا بتكلم باللي بيتكلم في هذا الشكل. قوة شخصية النادي الأهلي، قوة شخصية لاعيبة النادي الأهلي، قوة شخصية مجلس إدارة النادي الأهلي وجمهوره وجهازه الفني هي اللي ادت الدوري ده للنادي الأهلي مرة أخرى. عشان كده احنا مبسوطين. بعض التعليقات اللي كانت بتجيلي على تويتر لما كتبت النهارده هيكون مين ضيفي في الجزء الثاني في هذه الحلقة، بتقول لي يعني انتوا مش فرحانين قوي في قناة النادي الأهلي بالدوري. لا، احنا فرحانين واحنا مبسوطين، بس دايما النادي الاهلي او جمهور النادي الاهلي حتى لما بيجي يفرح بيفرح وبيتبسط، ولكن ده الطبيعي يا جماعه. الطبيعي ان النادي الاهلي يكسب الدوري ده او يكسب